لا راح احاول ابسط ال راح احاول ابسط لها نفس اللينكس هلا جبناها، بس صرنا هلا نلعب في اللينكس، بطلت اللينك. بس جيت عملت اللينك هون، اللينك هاي صنعتها بشكل مختلف شوي. رحت من هون حطيت لها، ملاحظين شايفينها كيف مطروجة من هون؟ هاي عندي لينك، هلا واضح هون انه اللينك هاي زد اي بلس 1، هذا راح اسميه زد اي بلس 1، وهذا راح اسميه الان هون هذا زد اي، واذا بدك عشان اللي حكيناه قبل شوي احدد هون انه هذا بوزيتيف او نيجاتيف، فهذا صار الزد اي بلس 1 بوزيتيف وهذا الزد اي بوزيتيف منهم. واذا بدك كمان عشان اذا باسل سالني هلا راح احط هون احط لينك قبلها كمان. هلا هذا بصيرش يكون مختلف، الاكسس على بعض محطوطين اكسس واحد، ما بصير اجي اطعج هذا او شيء، ما بصير هذا اكسس، يعني الاثنين لما بركبهم مش نفس البيرنج ونفس الاكسس ونفس المحرك، هذا لازم يكون مركبين على بعض. اللي ممكن يختلف هلا زد اي ماينس 1 ممكن كمان نخلي له ثيتا ثاني، تمام. فمثلا خلينا نقول عملناه هيك فرضا، عملت له هون تويست، في تويست عملته. طبعا انا كان ممكن اعمل التويست في الصفحه، بس انا بدي اياكم حتى تشوفوها. كان ممكن التويست يصير هيك، يعني ممكن اللينك تكون هيك واعملها تويست هيك زي ال 45 درجه اول واحده شفناها، بس انه حتى اسهل حتى تشوف كانها كلها في بلين. وهذا صار، نفترض هذا البوزيتيف زد اي ماينس 1 وهذا هون زد اي. اوكي هلا ناخذها، هلا اتذكر شو حكينا، قلنا الالفا والاي هاي بالنسبه للي بعدها راح تكون حوالين الاكس. هلا انا عاده احتمال كبير احط الاكس الفريم تبعي هون احطه، فيكون عندي الزد اي هون، هذا راح يصير عندي هون الاكس اي احطه، والاكس اي ماينس 1 راح يكمل بعدين. هلا نفس الشيء راح يكون عندي اي اي وراح يكون عندي الفا اي، هاي راح نسميها لينك تويست، وهاي لينك اظن سميناها اللينك، ايش الاسم الصحيح لها؟ لينك لينكس، فهاي راح تكون هي. فهلا هون عندي هاي راح تكون along the x axis، اي along the x axis المسافه بين مين ومين؟ من زد اي لزد اي بلس 1. اذا اي اي هي از اسمها اللينك لينكث اند از ذا ديسبيسمنت فروم زد اي تو زد اي بلس 1 along لانها displacement along x i. لاحظوا تطلع هون عكسنا، كان هون عندي x و x، هون صار عندي z to z، بس هون كان minus 1 to i، i minus 1 to i هون صار. لهذا بحكي لكم اياها انه هي تبعت اللينك هي اللي بعدها بينها وبين اللي بعدها، وهي كمان transformation homogeneous transformation، صارت displacement مضبوط مع rotation، بعدين راح تيجي الروتيشن، بعدين وين راح تيجي الروتيشن؟ فانا كاني حتى احصل زد اي ماينس 1 من زد اي، شو بعمل بزد اي؟ بعمل له شيفتنج ترانزليشن بهذا المقدار along x، وبعدين بعمل له روتيشن بزاويه معينه حوالين كمان x. لاحظوا عم نعمل روتيشن حوالين الاكسس الجديده مش حوالين بيس، فهذول كلهم اويلر، فاذا الترتيب تبعهم عندي ايش بعمل؟ بستعمل نفس الشيء بس بعكسهم. هاي هذول صار عندي موجود، هاي موجوده هون، اذا هاي عباره عن along the xi، لانه ال xi minus 1 مختلف، axis مختلف، along the xi بدي اعمل shift لزد i حتى اوصل. هلا المهم انه يكون عندي هون هاي النقطة، يعني الحركة بتصير سألتها نماء قبل شوي، لازم هون اشوف وين بتقاطع، هاي هالمسافة
اللي هي along xi. طب راح تقول لي ما انا لما عملت له شيفتنج هيك ما طلع هذا هيك، طلع هيك معي مش هيك، ما فيش مشكله. هاي وين بجيب هالزاويه؟ بالالفا اي. المهم اني اعمل شيفتنج من زد، يعني as far as xi is concerned قديش تحرك الاكسس هذا من هون لهون بالنسبه لاكس اي. اكس اي هو خط، ما بشوف العالم كله. ايش بشوف اكس اي؟ على اكس اي شو بشوف؟ بشوف انه النقطه هاي تحركت من هون لهون، مزبوط. بعدين ايش في عندي؟ روتيشن حوالين الاكس اي راح يصير. هلا الثانيه اللي هي الفا اي از ذا لينك تويست and is the rotation او الانجل from. هلا نفس الشيء بناخذ من زد اي الى زد اي بلس 1 around لانها rotation. فاذا راح يصير في عندي هلا حركه من هون لهون، بعدين راح يصير في عندي rotation حوالين الاكس اكسس بزاويه معينه. هاي الروتيشن طبعا بدي احسبها من وين لوين. وين الروتيشن البوزيتيف حوالين الاكس اكسس؟ اذا هذا كان هيك طبعا حسب الفريم اللي انت حطيته. هلا ممكن تقرر انت تحط الاكس هيك لسبب معين، بس الاكس بهذا الاتجاه. فلو كان هذه هيك مثلا وهذه صارت هيك تحركت بهذا الاتجاه، راح يكون عندي روتيشن حوالين الاكس اكسس. هلا بالحاله هاي فيش عندي روتيشن حوالين الاكس اكسس، مش هيك؟ انت بتقول لانها بالبلين، مش هيك؟ يمكن هذا مثال سيء انا اللي حطيته هون، بس هو راح يكون في عندي روتيشن. اذا ما فيش روتيشن حوالين الاكس اكسس صف هون راح تكون هذه زيرو، راح تبين هذه عندي في مكان ثاني، راح تبين هاي راح تبين عندي بين هذا وبين اللي بعده. بس بشكل عام راح يكون عندي روتيشن حوالين الاكس اكسس، البوزيتيف روتيشن راح تكون بهذا الاتجاه. لو اطلعت عليهم من هون شو بشوف الان؟ إذا اطلعت هون كان الإكس أكسس طالع من الصفحة. خليني بس أكمل هاي النقطة هلا بجاوبك. بدنا ناخذ نفس الشيء. لو أخذت أنا الفيو هون جيت اطلعت على الإكس أكسس، راح ألاقي الإكس أكسس طالع من الصفحة، مزبوط؟ إكس أي أكسس. راح ألاقي الزد أي مثلا هين، وراح ألاقي الزد أي ماينس 1 والزد أي بلس 1. وهلا راح أروح من وين لوين؟ من الزد أي للزد اي بلس 1. وين البوزيتيف؟ الزاويه البوزيتيف الفا نيجاتيف، هيك. فراح تكون هذه نيجاتيف، اوكي. هذا اذا طلعت من هون، ماشي واضح. بعدين اذا طلعت هلا بحيث انه هون يكون عندي، فرضت انه اكس اكسس زي هيك، لو طلعت سايد فيو من هون ايش بشوف؟ بشوف هذا تحرك من هون تحرك لهون بغض النظر عن هاي الزاويه اللي موجوده هون، اوكي. الزاويه هاي حتى لو كانت هيك، يعني لو كانت هاي الزاويه روتيشن بهذا الاتجاه من هون حوالين الاكس اكسس، ما راح اشوفه من هون، راح اشوف خط واقف مستقيم. تفضل دكتور. شرط يكون اللينك هو شورت. لا بالضبط. اكزاكتلي. ممكن يكون في عندي مكان ثاني هو اللي هون بينهم، بالضبط. تمام. فالاكس هاي مش شرط انها تكون، يعني انا بحط الاكس بناء على اللينك ولا بناء على الشورت؟ هلا المفروض انها بناء على الشورتنج ديستانس، بالضبط. ولازم وقتها احط حتى الفريم تبعي لازم احطه حوالينها. هاي الحاله هون اسهل حاله، بس مزبوط كلامك. يعني ممكن الفريم يكون برا اللينك. مزبوط. ممكن الفريم يكون وهمي برا الهاي، بالضبط. وهيك راسمينهم بالكتاب. اذا بتطلع هلا على رسمه الكتاب، هلا بشغلها بنشوفها، راح تشوف انه راسمها برا، فما حاططها بالضبط هون. هلا هاي بتصير بدك باي انسبكشن لما تطلع على التصميم الروبوت، تقرر على اساس وين بتطلع هذه من هون. هذا شوي باد اكزامبل هون انا رسمته، لانه حطيت انا بينت الروتيشن كانها هيك. اتس باد اكزامبل. هو الاحسن يكون تويست هيك حوالين الاكس اكسس. نعم. يعني الاي والالفا هن اشكالين لنفس اللينك، يعني بين بدايه النهايه للينك الثاني. هدول يعني لهاي اللينك من هون، يعني المسافه والتويست. نعم. اخذ الاي والالفا بس بطلع هذا اللينك وبنسى كل الارض، بينما لو اخذ تي والثيتا بطلع على بينه وبين اللي قبله بلينكين مختلفين. هاي وهاي، مزبوط. وهو انت عم مزبوط، انت عم مزبوط، تمام. هذه بتتعلق باللينك وهي بتتعلق بالجوينت كان، مش هيك؟ مش هدول التنين للجوينت؟ لانهم اوفست لجوينت وانجل لجوينت، هدول للينك. فلو انا جيت اللينك ورميت لك اللينك وقلت لك هاي لينك انا صنعتها، طلعي لي الفا واي، بتقدر تطلعيهم. بس لو قلت لك اياها بتقولي ما بقدر اطلع دي وثيتا منها، لازم اشوف الجوينت. لو قصيت الجوينت من هون، لو قصيت هاي اللينك من هون، قصيت هاي اللينك من هون، حطيت هدول التنين على بعض ورميت لك اياها، بتقدر تطلعي دي وثيتا، مش هيك؟ مزبوط، تمام، ممتاز. اذا انت بتقولي مين تبعون اللينك؟ هدول تبعون اللينك. هدول التنين تبعون جوينت. تمام، ممتاز. اسئله ثانيه؟ نعم، تفضل.